إذن أغنية حافلة بأعمال، وهذه الأعمال تكون من ولادها، يعني كل مرة راه عندنا وليدات شاطرين هنا في مغنية وقدموا كل ما هو ممتع لمدينة مغنية. هذا راهم يمسحوا الصورة اللي كانت مصورة بها مدينة مغنية من قبل، وحنا نقولوا مغنية مغنية الرجال، مغنية مغنية الشباب، وكل من يحب مغنية أهلا وسهلا، وكل من لا يحب شباب مغنية فيتفضل بمفتوح. مرحبا بكم وكل شباب مدينة مغنية. إذا جيناكم اليوم من جمعية وطنية، وهذه الجمعية انضم تحتها فرقة معروفة محليا وعرفت وطنيا، وفي الآونة الأخيرة سوف تعرف عربيا وعالميا. لماذا؟ فرقة عندها فقط عتاد بسيط، كاميرا صغيرة، ولكن عندها طاقة شبانية كبيرة، هي فرقة نجوم الغد. إذا قبل إن شاء الله ما نبداو هذه السهرة ممتعة، واللي غادي هذه السهرة فيها عدة عروض، نبداو آيات بينات من الذكر الحكيم من تقديم سعيداني إسلام. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إذا من آية بينات من الذكر الحكيم نذهب إلى النشيد الوطني. وجد نشيد إذا نجح لنفسه وإذا فشل لنفسه، فبدينا ليس لديه قصة، على رغم الفحل والفرق فكل واحد لديه وجع يسكن في أحد زوايا القلب، يتذكره من الحين للآخر، يحاول أن يتنساه، عندما تتذكره تساعده العين فتنزل دموعه، لربما يحصل به القلب أحزانه وأوجاعه ويتنسى همومه. لا يمكن
حكايه جديده، افهموها اسمعوا معنيها. قالوا ناس الزمان، قالوا ناس الزمان كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك طفل صغير يشاهد اربع شمعات فمحدث تدريجيا. وبعد مدة من الوقت قالت الشمعة الأولى: على السلام، لم يعد وجودي ضروري. وبعد ذلك الشمعة الثالثة نطقت بحزن كبير: أنا لم يبقى لدي وجود، الكل لم يعترف بي، فأنا الحب. كثير من الناس نسوا حب أعز الناس إليه. وبعد ذلك انطفأت الشمعة الثالثة. حزن الطفل جي كثير. وقالت الشمعة الرابعة: لا تقلق يا ابني. والفقير وين ما كان، كان يا ما كان في قديم الزمان، وين كان لعما تخطى الحيطان، وكان الفقير والغني عايشين بأمان. كان في واحد الملاكة واحد القراب هو اللي يبيع الماء، يبيع الماء في هذه المملكة. وهذا القراب اشتهر بصفة التعاون النقاء، وين وصل هذا الكلام تاعه المولي السلطان. مولاي السلطان استدعاه وبغى يدير خدمة في المملكة، يعني غادي يشرب به الماء ليه والأهل اللي يجيو عنده والضيوف. مرة على مرة كان القراب في المملكة ويسقينا في الضيوف، والضيوف فرحانين. ومرة على مرة يحكي له واش يصرى في السوق. هذا هو زاد الإعجاب تاع السلطان ودار المستشار تاعه الأول. ولكن الحسد والغيرة عندها مادية. كان هناك واحد الوزير، الوزير الأول كي دار هذا القراب مستشار تاعه الأول، قال خاصني ندير له الكيدة، ولا بلاصتي راه تكون في واحد الحديدة. واش هي الكيدة؟ واش هي الكيدة؟ كان يا ما كان في قديم الزمان.
Yeah.